السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص تصميم قوالب الووردبريس. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على الجزء سايد بار، كيفية جلب محتوى تلقائيا بحيث نستطيع إظهار آخر المواضيع المكتوبة في المدونة، آخر التعاليق، أرشيف المدونة وما إلى ذلك، أو يعني مكونات المدونة، الكاتيجوريز، تصنيفات المدونة. كل هذه العناصر يمكننا إظهارها تلقائيا بدل هذا الشكل الذي قمنا بكتابته يدويا في HTML. سنقوم إن شاء الله بجلبها تلقائيا بواسطة أوامر الووردبريس. طبعا هذه الأوامر موجودة مسبقا. سنأتي إلى الدريم أوفر وندخل إلى ملف الفانكشنز. لماذا في ملف الفانكشنز؟ لكي نقوم بكتابة الأمر الذي يفعل خاصية القوائم الجانبية، خاصية الويدجتس. يعني هذه الأجزاء هنا تسمى ويدجتس، كل جزء يسمى ويدجت. لو أتينا إلى داشبورد وذهبنا إلى أبيرنس، لاحظوا لا توجد عندي ويدجتس هنا، والسبب هو أن القالب لا يدعم الويدجتس. سأقوم بكتابة أمر معين في ملف الفانكشنز وتظهر عندي هنا الويدجتس. ندخل إلى ملف الفانكشنز أو صفحة الفانكشنز، ثم نأتي إلى هنا ونقوم بنسخ ولصق. ننسخ هذا الأمر، نعمل له كوبي، ونأتي ونعمل له باست هنا. هذا الأمر هنا إيف، هذا الأمر يمكننا من تفعيل خاصية الويدجت. سأعمل سيف ونذهب هذه المرة ونشاهد في الداشبورد، نعمل تحديث. الآن لو أتيت إلى الأبيرنس، لاحظوا صارت عندي الويدجت والمنيو. ما يهمنا هو الويدجت، وهي المربعات الجانبية التي تظهر هنا في السايد بار. أول شيء ندخل إلى السايد بار الذي قمنا بإنشائه من أجل تفريغ محتواه. ندخل إلى صفحة السايد بار، عندنا نترك الجزء الخاص بالبحث لأننا سوف نقوم به إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله. سنقوم فقط بالحذف ابتداء من اللاست بوست وانتهاء بالأرشيف، أي إلى هنا. نعمل سيف ثم نأتي ونعمل تحديث للمدونة. لاحظوا تم حذف كل العناصر. الآن سوف نقوم إن شاء الله بجلبها تلقائيا. كيف ذلك؟ الأمر بسيط جدا. يعني هنا نقوم بفتح وحدة جديدة ديف. إذا أرد أن نتحكم في خصائصها نتحكم في خصائصها، لكن لا داعي. داخل الديف نقوم بنسخ كود آخر، كل ما في الأمر نسخ ولصق هذا الأمر، نعمل له كوبي ونأتي إلى هنا ونعمل له باست. لكن حذاري، هنا هذا الاسم الذي أمرره هنا على شكل بارامتر للدالة دايناميك سايد بار ينبغي أن يكون هو نفسه الذي أعطيته هنا في ملف الفانكشنز. لاحظوا هنا أعطيته النيم سايد بار، وهنا أيضا علي أن أعطيه سايد بار. لو أعطيته أي اسم ينبغي أن أعطيه هنا نفس الاسم، وهذا الاسم هو الذي سيظهر في الداشبورد في قائمة السايد بار. أعمل سيف ثم آتي إلى الداشبورد وأدخل إلى الأبيرنس ثم أدخل إلى الويدجتس. لاحظوا هذا السايد بار، هذا النص هو الذي كتبته اسم السايد بار. لو أعطيته أي اسم آخر سيظهر هنا ذاك الاسم. أقوم بإظهار الكاتيجوريز مثلا، أقوم بإظهار آخر المواضيع، آخر التعليقات، أي شيء آخر، مثلا صفحات المدونة. نظهر أيضا مثلا الأرشيف، نقوم بسحبه ووضعه هنا. الآن لو أتيت إلى الموقع وعملت ريفرش، ما الذي سيحدث؟ سيتم إظهار هذه الأجزاء. لاحظوا الكاتيجوريز الموجودة عندي: بوكس، بروجرامينج لانجويج، بروجرامز، وورد بريس، ريسنت بوست، آخر المواد التي تمت كتابتها. لاحظوا آخر التعليقات، فيزيتور قام بكتابة تعليق في هذا الموضوع، والأدمين قام بكتابة تعليق في هذا الموضوع. الصفحات الموجودة عندي كما يلي: الأرشيف عندي شهر واحد فقط، لو عندي سنة ستظهر مختلف أشهر السنة وما إلى ذلك. هذا فيما يخص الجزء سايد بار. يعني أتمنى من الله العلي القدير إخواني وأخواتي تكونوا قد استوعبتم هذا الجزء. لو دخلت إلى صفحة معينة، لاحظوا يعطيني محتوى، عفوا هنا الكاتيجوري يعطيني محتوى الكاتيجوري. مثلا الكاتيجوري بوكس يعطيني جميع المواضيع المكتوبة في هذا التصنيف. مثلا بروجرامينج لانجويج سيعطيني جميع المواضيع المكتوبة في بروجرامينج لانجويج. لاحظوا الوورد بريس نيوز سيعطيني المواضيع التي كتبت. يعني هذه الصفحات يؤتى بها افتراضيا،
بإمكاني تصميم صفحة الكاتيجوري الكاتيجوريز لوحدي، يعني أعطيها الشكل الذي أريد، وعند الضغط على أي كاتيجوري يتم إظهار الصفحة التي أقوم بإنشائها. أيضا بالنسبة للأذر، حين أضغط على الكاتب سيظهر لجميع التصنيفات أو التدوينات التي قام بكتابتها. لاحظوا الأدمن، هذه هي التدوينات التي قام بكتابتها الأدمن. يعني بإمكاني التحكم في شكل هذه الصفحة عن طريق إنشاء صفحة أسميها author.php، وأعطيها نفس محتوى صفحة index.php، وأغير عليها الخصائص التي أريد. نفس الشيء بالنسبة للكاتيجوريز كما رأينا، والصفحات، يعني الصفحات عندي فارغة، يعني إذا دخلت إلى صفحة معينة لاحظوا يظهر فقط عنوان الصفحة والمحتوى فارغ، لأننا أنشأنا صفحات فارغة في الأول. هذا كل في الأمر، نكتفي بهذا القدر. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية القيام بأمر البحث داخل مدونة ووردبريس عن طريق هذا النموذج الذي قمنا بتصميمه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.